دي أخبار سريعة. زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق وصل القاهرة النهاردة لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك. الزمالك اتفق على كل تفاصيل العقد مع اللاعب، بس لن يتم توقيع العقد قبل إجراء الكشف الطبي. ليه بقى؟ لأن دي نقطة مهمة جدا. في كلام من وصل لمسؤولي نادي الزمالك إن اللاعب عنده إصابة مزمنة، وإحنا شفنا موضوع بيرسي تاو. موضوع بيرسي تاو خلي بالكم في الأهلي الموضوع كبير قوي، يعني فوق ما انتوا تتخيلوا، لأن اللعيب اتصاب. اللعيب يلعب ماتشين ويتصاب ويقعد شهرين، وهيحصل تحقيق في النادي الأهلي في صفقة بيرسي تاو. هيحصل، مع إن اللعيب كويس جدا وأنا مقتنع بيه كويس جدا، لكن عنده إصابة، عنده مشكلة حقيقية. وبالفعل نادي الأهلي هيعمل كونسولتو وهيعمل كشف طبي بعد ما تعاقد مع الراجل بقى وقعد سنة هو لسنتين معاه مع بيرسي تاو. عشان كده نادي الزمالك كلف أسامة، دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بإجراء فحص طبي شامل على اللاعب، وفي حال التأكد من عدم إصابته بأي إصابة مزمنة هيتم توقيع العقود مباشرة. مفيش لعيب في العالم بيتم التعاقد معاه إلا لما يروح يعمل الكشف الطبي، بقى الكشف الطبي اللي هو على أصوله، مش أي كشف طبي. ما بيرسي تاو عمل كشف طبي ولا حاجة. فإحنا بتدفع ملايين، ملايين بتدفع، يعني ملايين بتدفع.